تواصل الدولة جهودها لدعم المواطنين وتوفير جميع احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال التوسع في معارض أهل رمضان، والتي تبقى مختلفة هذا العام في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية. في هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو يتناول الجزء الثاني من سلسلة فيديوهات تسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. معارض أهل رمضان السنة دي بتشهد برقم غير مسبوق 8000 معرض على مستوى الجمهورية. كان افتتاح المعرض الرئيسي يوم 24 مارس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والمعرض مستمر بتخفيضات من 20 ل 25 وبعض السلع 30%، والمعرض فيه 165 شركة عارضة. وزارة التموين من خلال الشركة القابضة دفعت ب 1300 منفذ على مستوى الجمهورية. هنقول ده تم الدفع ب 160 شادر على مستوى الجمهورية في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق الأكثر سكانا، كما تم الدفع ب 300 سياره متنقله ما تحمل ما بين طن ونص الى 5 طن من المواد الغذائيه من السلع الاستراتيجيه التي تجوب مناطق القاهره ومحافظات مصر. دوله رئيس مجلس الوزراء وجاء سيادته باستمرار الشوادر والعربيات المتنقله والمعارض طوال العام. انا هنا في معرض اهل رمضان، المعرض الرئيسي موجود في هنا في ارض المعارض. بسم الله ما شاء الله، السلع متوفره قوي وباسعار حلوه قوي. اللحمة المفرومة الكيلو ب 55 جنيه. أنا جايبة فرخة كيلو 100 ب 55 جنيه جميلة، الزيت ب 24 جنيه وب 25 وب 28. اللحمة أرخص من بره نص بالنص، والفراخ النص بالنص، والزيت والسكر والرز كل حاجة النص بالنص. في أسماك جوه كمان أسعارها كويسة جدا، وفي بيض وفي زيوت وفي دقيق وفي كل حاجة. أهل رمضان بيتعمل بقاله 6 سنين، ودي النسخة 7، وكل سنة بيبقى الغرف التجارية بتعمل دور مجتمعي اللي هو معارض بتخفف ارتفاع الأسعار على المواطنين. ولكن النسخة 7 اللي احنا فيها دي مختلفة شوية، لأن هي إدارة أزمة. احنا هنا في المعرض بالاتفاق والتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية وفروا لنا حضرتك المعرض ده، فقررنا ان احنا نعمل تخفيض اسعار طبعا عن بره بكتير. الغرفة اتفقت معانا ان احنا نفرش في المعرض هنا، وسهلت لنا المكان والنور والكهرباء والمخازن وكل حاجة. شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بتشارك في المعرض بتاع أهل رمضان، بتخفف العبء على المواطنين. الاسعار حاجات مخفضة هنا طبعا، غير اسعار بره خالص في الدقيق والمكرونات وما كل ما يلزم. حاجات رمضان كلها موجودة عندنا، وحاجات متوفرة كلها دايما بأسعار مخفضة عشان خاطر رمضان. الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة اتصلت بينا طبعا كتجار، وفروا لنا كل حاجة مجاني على أساس إن احنا نوفر حاجة للشعب مخفضة وبسعر كويس. فاحنا عندنا هنا اللحم السوداني ب 95 جنيه. سمعنا عن اهل رمضان بتاع شبرا، جيت الحمد لله انا لقيت البلح والزيوت وكل حاجه متوفره وفوق الممتازه، غير بره، غير المحلات اللي في الشارع اللي هي الاهالي، غير المحلات اللي بره خالص. السعر الدقيق هنا والزيت والرز فوق الممتاز والسعر جيد. لفيت في محلات كتير لدرجه ان انا رحت محلات بتبيع بالجمله اصلا وفي اماكن بعيده، لقيت الاسعار هنا متناوله. الاسعار هنا مختلفه تماما عن الاسعار الموجوده في السوق بره، والحمد لله قدرت اجيب كل اللي محتاجه البيت من معرض امان. يعني المكرونه ب 4.5 وفي ب 5، والرز ال 5 كيلو ب 58، حلو عن بره، بره الاسعار غاليه جدا. معرض الحقيقه فيه كل حاجه وضعها كده، وانا شايف الاسعار هنا يعني يمكن اقل من بره. بصراحه انا شايف كل السلع الغذائيه متوفره وجودتها عاليه. احنا هنا في معرض اهل رمضان على فيصل عند محطه الطلبيه، تمام، والاسعار هنا الحمد لله تمام يعني، وفي متناول الجميع يعني.
طبعا حضرتك الاسعار هنا اقل من بره من 10-20% مجمل الاسعار يعني، يعني في كل حاجه مثلا في السكر من هنا ب 10 جنيه و 10 جنيه ونص، بره ب 12 جنيه ونص، فانت كده بتتكلم في 20% خصم. نفس الكلام في الرز، نفس الكلام في الزيت. البلح اللي بيتباع ب 60 بره احنا بنبيعه ب 30، التمر الهندي اللي بيتباع ب 50 بنبيعه ب 40، الضوم اللي بيتباع ب 70 و 80 البلدي بنبيعه ب 60، الكمون اللي هو نمره واحد بيتباع بمره ب 140 و 160 احنا بنبيعه ب 120.